جمعونا كلياتنا بمدرسة، مدرسة كوجو الكبيرة. صاروا يفرقون البنات عن الأمهات، والرجال أخذوهم قتلوهم، والأطفال الصغيرة أيضا أخذوهم. فاتوا علينا أمراء وصاروا ياخذون البنات، كل واحد كان ياخذ له بنت، فأنا كمان كنت واحدة من هاي الضحية ووقعت بإيد أمير داعشي. بقيت تقريبا بالرقة لمدة 4 سنين مع هذا الأمير، بعدها قتل. والحياة كانت كثير صعبة، الحياة كانت حياة حرب، كان 24 ساعة ضرب فوق راسنا، كنا درع للإرهاب بسوريا، كل البنات اليزيديات كانوا درع للإرهاب. الفرحة لما لقيت أهلي فرحة ما كانت توصف، كانت فرحة كثير بالنسبة لي كثير حلوة، وبنفس الوقت كانت غصة. لما رجعت كانت عائلتي كلها متشتتة، أبوي وأخوي للأسف مفقودين، ونص عائلتي كمان بألمانيا هسه، أمي وإخواني، والبقية هون أنا وإخواني 2. أنا كثير كنت أتمنى أشوف أمي بعد 7 سنين من العذاب، وهي كمان يعني حالتها حرجة كثير، فأتمنى أشوف أمي. أنا عندي طموحات كثير كبيرة، أول شيء إذا الله راد رح أقدم لدراستي، أكمل دراستي، وأتمنى يوم من الأيام أصير طبيبة. الحمد لله إن شاء الله راح يكون مستقبل كثير منيح، وأتمنى لكل بنت يزيدية هذا المستقبل.